لسان حبيبتي انت بالبيت؟ اجيت على صالة العرض، بدك تجي لعندي؟ كنت عم اقول لحالي لو نتغدى سوا اليوم انا وانت، صرنا زمان ما حكينا. بصير، تعالي على الصالة. بخلص شغلي وبنطلع. ماشي، انا بعد ساعة عندك. اصبح بشوفك. سمر رح تجي معك؟ لا مو جاية، اليوم عندها شغل شوي. ماشي، ناطرتك. يلا باي ماما. بين المزح والجد صلكن 3 سنين متزوجين. 3.5. الأيام عم تركض ركض وأنا عم جيب بهالولاد. دخيلكم بس يمشي بس يحكي إمتى بصير عمره سنة. لا خلينا نبلش نعلمه وبعدين بيخلص تعليمه. بتطلعي عليهم بتشوفيهم صاروا أم وأب. لا تشكيلي على أساس عم تكبري؟ بعدك صبية أكتر مني. لا بس كنت عم فكر شوي قبل ما تتعرفي على نهاد بفترة منيحة. تتذكري كيف قضيتي شهرين زعل وبكي؟ شو كنت غبية؟ هلأ هيك عم تقولي؟ وقتها مشان مهند كنتي عم تبكي دم. عم بتذكرها وكأنه مر عليها 1000 سنة. شو كان اسم البنت اللي خزلك مشانها؟ شو جابها على بالك اليوم؟ أكيد بتتذكري، لا تعملي أفلام، هيك شغلات ما بتنتسى. على أساس كانت حبه الطفولي، شو كان اسمها؟ هلأ ليش فتحتي هذا الموضوع اللي انتسى وراح؟ أكيد في من وراه شي شغلة، مو هيك ماما؟ ممكن يكون. فرحت كتير وقت قلتي لي خلينا نتغدى سوا، كنت مفكرة عن جد حابة تكوني معي اليوم، بس طلع السبب شي تاني. لازم لاقيها لهديك البنت يا بيسان، كتير مهمة مشان سمر.